السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. الفيديو ده مش اعلان لموقع اختصار روابط، الفيديو ده سريع هقول لك فيه كام حاجه كده عايز تستفيد منه ما تستفيد، لكن لو انت اشتغلت على اشتغلت ايه، لو انت نفذت اللي انا هقوله النهارده بنسبه كبيره جدا هتكسب $30 من موقع ايجيبشنجي. خلينا نخش على طول في الموضوع عشان ما نطولش. الموضوع كله ان موقع ايجيبشنجي مديك فرصه انك تكسب $30 على كل 50 احاله، او يعني هي مره واحده بس تكسب $30 على اول 50 احاله هتجيبهم في موقع ايجيبشنجي. موقع ايجيبشنجي هو موقع اختصار روابط ممتاز جدا، هنتكلم شويه عليه بعد كده هفهمك ازاي، ولكن الوقت اللي لازم اكلمك على العرض ده، انت ممكن تكسب $30 بكل سهوله عن طريق موقع ايجيبشنجي عن طريق الفيديو ده، يعني ده زي ما تقول كده برعايه مستر بومتك. يعني ازاي الموضوع وازاي الطريقه وازاي ممكن تحقق $30 في يوم واحد بكل سهوله من غير ما تعمل اي حاجه غير حاجات بسيطه جدا، هو اللي انت هتسمعه دلوقتي. انا دلوقتي هتكلم شويه عن موقع ايجيبشنجي وعن المميزات اللي فيه. حضرتك هتاخد الفيديو من اول ما انا بتكلم عن المميزات لحد ما بنهي الفيديو، تمام؟ وهتنشره عندك على اليوتيوب، وانا هسيب لك الفيديو ده ككرييتيف كومنز، ممكن حضرتك تنشره في اي حته براحتك، يعني ممكن تنشره على اليوتيوب على الفيسبوك في اي حته براحتك، وتقدر انك تحقق ريفرال من الموقع ده، وتقدر تجيب ال 50 ريفرال براحتك، وتقدر انك تكسب ال $30. فانا هديك الفرصه دي من عندنا انك تاخد الفيديو او تقطع الفيديو. لازم تقطع الفيديو من اول ما انا هتكلم عن مميزات الموقع لحد نهايه الفيديو او لحد الحته اللي انت بتحبها يعني، وتجذب الناس ان هم يجيبوا ريفرنس او ان انت حضرتك تجيب ريفرنس بس، وساعتها هتاخد ال $30. و50 ريفرال مش رقم كبير يا جدعان، يعني انت لو نشرت الفيديو بعنوان كويس باستهداف كويس، حتى لو انت استهدفت الفيديو بتاعي ده هتقدر انك تجيب شويه مشاهدات كويسه، ولكن حاول ما تقلتش يعني بالظبط، ولكن هتجيب شويه مشاهدات كويسه، وساعتها هتقدر حضرتك انك تحقق ال $30 بكل سهوله. 50 ريفرال ده مش رقم يعني يا جدعان، انا بجيب 300 و400 ريفرال، فالموضوع بسيط جدا مش صعب. فشكرا جدا لصاحب موقع ايجيبشنجي، وشكرا جدا يعني للتعاون البسيط ده. فخلينا نتكلم شويه عن مميزات الموقع. موقع ايجيبشنجي، موقع ايجيبشنجي من احسن المواقع اللي موجوده حاليا في اختصار الروابط، ومن احسن المواقع اللي بتقدم سي بي ام كويس جدا، بتقدم سي بي ام موحد $8 لكل الدول العربيه، ويعني برده موحد للدول الاجنبيه، فده سي بي ام يعتبر كويس جدا ومحترم جدا. موقع ايجيبشنجي المواقع اللي ما بتقللش السي بي ام، يعني موقع ايجيبشنجي انا يعني كلامي مع صاحب الموقع شخصيا كان كلامه دايما ان انا مستحيل اقلل حاجه اسمها السي بي ام، وهفضل مستمر على الشكل ده على المنظر ده من اول سنه دي لحد ما هخلص الموقع، او لحد يعني لا قدر الله حصل حاجه للموقع. فموقع ايجيبشنجي مستمر معاكم يا جدعان لحد النهايه بنفس السي بي ام، بنفس كل حاجه فيه. موقع ايجيبشنجي بيتميز بان هو برده عنده صارف ومكلف يعني بصراحه الراجع على الشكل بتاع الموقع وعلى السكريبت، مش نفس السكريبت التقليدي بتاع كل حاجه. موقع ايجيبشنجي برده اعلاناته كويسه جدا، يعني مش مزعجه قوي، ما فيهوش بوب اندر رخم. موقع ايجيبشنجي بيقدم ريفرال 15%، وده يعتبر كويس جدا، ويقدر انه يعمل لك دخل كويس جدا شهريا لو انت جبت شويه ريفرال حلوين في الموقع. موقع ايجيبشنجي بيتميز بانه بيدفع من اول $3 على فودافون كاش، و $5 على باي بال، و $50 في بقيه وسائل الدفع زي البيتكوين وويسترن يونيون. موقع ايجيبشنجي بيتميز بدعم كامل عربي 24 ساعه، ممكن يتكلم معاك في اي وقت واي مشكله تواجه في الموقع على صفحته على الفيسبوك اللي اسمها برده ايجيبشنجي. وكمان وفي الاخر موقع ايجيبشنجي مليان مليان اثباتات سحب على الموقع، زي ما انت شايف قدامك كده في كتير قوي من اثباتات الدفع اللي موجوده لموقع ايجيبشنجي، فمعنى كده الموقع صادق 100%. زي ما قلت لك انا واثق جدا في الموقع وفي صاحب الموقع، فما تقلقوش من اي حاجه. وبس كده يا جدعان، ان شاء الله تكون الفكره دي عجبتكم، وان شاء الله يكون الموقع ده عجبكم، وبس كده ان شاء الله تستخدموا العرض ده بكل الطريقه الممكنه، وتستخدموا بكل الطرق، تنشروا في كل حته، انشروا الفيديو ده، انشروا الكرييتيف كومنتس اللي انا عاملها لكم ده في اي حته، يعني تقدر تستفيد باي طريقه. هتجمع ال 50 ريفرال، روح على صفحتهم على الفيسبوك هتلاقيها في الوصف، كلمهم قول لهم انا جمعت ال 50 ريفرال عن طريق فيديو مستر بومتك، وهيدوك ال $30 بشكل مباشر على فودافون كاش، بيتكوين، باي بال، اي حاجه، تمام؟ وبس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. المره الثانيه ده مش اعلان لموقع اختصار روابط ولا حاجه، لا ده يعتبر بس عرض سريع كنت بس بديهولك كده بحيث انك تستفيد من الموقع ده. بس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.